واصلت وزارة الداخلية جهودها الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وهو ما أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 38 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2353 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 22 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 446,658 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 1167 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت قرابة 3540 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5014 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 121 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 72.5 طن دقيق وحوالي 21.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2562 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 134 طن دقيق وأكثر من 369 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 93 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 148 طن أسمنت وحديد تسليح، كما تم ضبط 109 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت أكثر من 1219 طن أرز شعير، كما تم ضبط 236 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 111,207 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 641,071 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 228,688 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3519 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 183 سائقا منهم، كما تم المرور على 140 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 877 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 781 مركبة وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 354 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 7210 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 775 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1146 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2666 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2860 مخالفة ملصقات وضبط 31 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2779 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84,156 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 65,534,176 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 335 قضية، من بينها 200 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و135 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية بقيمة مالية بلغت 151,807,223 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2604 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,938,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3,420,195 جنيها.